اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، نجم الكبير كابتن رضا شحاته. ازيك يا رضا؟ حبيبي وحشتني. عامل ايه؟ كله تمام؟ من امبارح. من امبارح بس. ايه عجبك امبارح الوضع والشكل والامور داخل مشروع القرن وتدشين مشروع القرن داخل النادي الاهلي؟ طبعا، يعني حاجه لازم تفتخر بيها كاهلاوي ان انت بيتك مشرفك، يعني دي حاجه مهمه جدا ان انت يبقى بيتك اللي انت تنتمي ليه بتبقى فخور وانت واقف وبتشوف اللي بيحصل والافكار اللي موجوده والافكار اللي هي بقى لها فتره طويله وكل الادارات اللي على مر السنين بتحاول تنفذ وتطبق السيستم اللي موجود. دي حاجه يعني شرف لينا وفخر ان احنا ننتمي للكيان النادي الاهلي، وسعيد جدا جدا باللي حصل امبارح، وبقينا خلاص بقينا كلنا مستنيين الاستاد. يعني احنا مستنيين المدينه كامله. يعني بناء على كل ما قيل بقى اللي يخصنا قوي الاستاد بقى، يعني عارف احساس ان انت تبقى استادي الاهلي بيتك بالظبط كده. ده احساس كلنا كنا مستنيينه وكلنا مهم قوي بالنسبه لنا يعني. فاتمنى يا رب ان شاء الله نحضر اللحظه دي ويبقى في القريب ان شاء الله. وانت متخيل اول لقاء لينا في الاستاد الاهلي هيبقى عامل يعني، انت متخيل الشعور ده؟ حاسس ان ده هيبقى حاجه، ده حدث يعني، حدث بالنسبه لنا كاهلاويه. صحيح. فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، ويا رب ان شاء الله يوفق مجلس الاداره ان نخلص الموضوع بسرعه ونبقى نحضر الحدث الكبير ده. وزي ما قلت لك مهم جدا ان انت تبقى بيتك حاجه مشرفه وواجهه مشرفه لمصر ولمعظم الادارات اللي موجوده. يعني النادي الاهلي اداره مختلفه شويه، يعني لها سيستم وليها وضع، بدليل صحيح. الحمد لله النتائج الحمد لله ماشيه بكل الاستراتيجيات اللي حصلت في او اتحطت للسنين اللي فاتت، الحمد لله بنشوف على ارض الواقع فعايشينها يعني. فدي حاجه حدث كبير وحدث مهم، وبشكر الخطيب طبعا مجلس الاداره على اللي بيحصل في الفتره الاخيره، حتى من الانجازات في الكوره والالعاب الفرديه، وفي الاخر برضو انجازات منشات، دي حاجه مهمه جدا يعني.